السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بيكم فيديو جديد عن خلع الاسنان. احد الحالات بتسال بعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور، انا عندي ازدحام في اسنان الفك السفلي وبروز بسيط في اسنان الفك العلوي، يا ترى هنحتاج خلع ولا لا؟ خلينا اقول لحضراتكم، بتجيلي اسئله كتير بالشكل ده، بالاضافه لبعض الناس بيبعتوا لي صور او اشعه. هل احنا ممكن ناخد القرار بالبساطه دي؟ الاجابه لا طبعا. قرار العلاج يا جماعه الموضوع ما بيتمش الاستهانه بيه بالشكل ده. عشان اقول القرار لازم اشوف الحاله نفسي في العيادة، ضروري جدا التشخيص في العيادة عند دكتور أخصائي أو استشاري تقويم. بلاش أبدا المغامرة مع أي دكتور، ومن حقك إن أنت تناقش الدكتور في كل التفاصيل، لأن إحنا بندرس تفاصيل الحالة من كل الزوايا للوجه يعني مش بس من الزاوية اللي أنت شايفها. أنا بفحص الحالة من الجانب ومن زاوية 45 درجة من الجانب ده، وبرضه من الجانب الآخر وزاوية 45 درجة، ثم من الأمام للوجه، ثم كلوز أب على الابتسامة من كل الزوايا بنبص عليها، ثم بنبدأ نشوف علاقات الأسنان بشكل منفرد للفك العلوي والفك السفلي، ثم الاطباق من الامام ومن الجانبين. فاحنا بندرس الحاله بشكل دقيق، ثم بنستعين بالاشعه، نبص على الاشعه وعدد الاسنان وشكلها وجذورها، ثم علاقات الاسنان مع بعضها في ومع الفكين في الاشعه الجانبيه، ثم بعد كل ده نبدا نتناقش مع الحاله في تفاصيلها، ثم ناخد القرار. الموضوع ما بيتمش بالبساطه دي يا جماعه، ومش هقدر اقول لحضرتك، مش هقدر افتي غير لما اشوف تفاصيل الحاله بنفسي في العياده. احنا دلوقتي بنتناقش بشكل عام ان فعلا بعض الحالات بتحتاج خلع وبعض الحالات مش بتحتاج خلع. القرار بيتوقف على حسب قدر الحاجه للمسافات اللي احنا محتاجينه. لو كنا محتاجين مسافات بسيطه، ملي 2 ملي، فاحنا طبعا مش هنخلع الا اذا كان عندي بروز كبير جدا